يشرفني ويسعدني أن أحضر معكم في افتتاح هذه الأيام الدراسية حول الإعلام والصحافة، وأنقل إليكم صوت الجامعة جامعة عقل السعدي وصوت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان وأن أعبر من خلال هذا اللقاء عن سعادتنا للمشاركة في هذه التظاهرات القيمة، خاصة وأن كلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفة خاصة وجامعة عبد الملك السعدي هي منخرطة بطريقة قوية في هذا الموضوع وفي هذا المشروع المتعلق بالإعلام وبالصحافة من خلال الاتفاقية أو من خلال اتفاقيات الشراكة القديمة التي تعود إلى سنة 2005 بينها وبين الجمعيات الصحافة بكابس. هذه التظاهرة حول الإعلام هي في الحقيقة تعبر قبل كل شيء، بحيث أنها تجمع بين صحفيين وإعلاميين من بلدنا وصحفيين وإعلاميين ومختصين بالإعلام من الضفة الأخرى من الجارة المملكة الإسبانية، فهي تعبر قبل كل شيء عن العلاقة المتينة الموجودة بين بلدينا المملكة المغربية والمملكة الإسبانية وبين مجتمعي تلك البلدين. متانة هذه العلاقة هي معروفة ولها عدة أوجه، فهي لها جذور قديمة في التاريخ وكذلك مرتبطة بالجغرافيا بحيث أننا جيران، علاقات إنسانية قوية، علاقات اقتصادية قوية، علاقات سياسية قوية، علاقات إنسانية قوية، وتبرز من خلال عدة ظواهر، منها في المجال الإنساني الهجرة، هجرة المغاربة إلى إسبانيا وكذلك هجرة الإسبان إلى المغرب وخاصة إلى شمال المغرب وخاصة في هذه المدينة، وهذه ظاهرة ليست بجديدة بل هي قديمة. كان في يوم ما كانت الجالية الإسبانية من أقوى الجاليات هنا في مدينة طنجة في القرن التاسع عشر، في أواخر القرن التاسع عشر وفي بداية القرن العشرين ولعدة عقود، واليوم نرى كذلك من جديد هذه الظاهرة المرتبطة ببعض التحولات في المجتمع الإسباني، إذن الهجرة ولكن في نفس الوقت العلاقة القوية في مجال الاقتصاد من حيث الاستثمار ومن حيث
التبادلات التجارية بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية، فإسبانيا أصبحت تحتل مركزاً قوياً إلى جانب فرنسا في هذا المجال، كذلك في العلاقات الإنسانية عموماً وفي العلاقات الثقافية، إذن علاقة متينة. وفيما يخصنا نحن كجامعة، جامعة عبد الملك السعدي وكلية الآداب على وجه الخصوص، تلك العلاقة المتينة تتجلى في عدد المشاريع للتعاون في البحث العلمي، بحيث أن جامعة عبد الملك السعدي وكلية الآداب بصفة خاصة أكبر عدد البرامج الدولية في التعاون الجامعي وفي البحث العلمي هي تلك التي تربطنا بالجامعات الإسبانية، في وقت ما كانت مع فرنسا، واليوم هذا أصبحت حقيقة، بحيث أن هناك العشرات، وجامعة عبد الملك السعدي في المغرب، وهذا شيء طبيعي من واحد الناحية، ولكن هو ينبع عن واحد الإرادة وعن قناعة، نظرا للقرب، نظرا للعلاقات التي نسجت عبر الزمن مع زملائنا في الجامعات الإسبانية، تحت إذن هذا التعاون في أجندة جامعة عبد الملك السعدي وكلية الآداب مركزا حيويا، مركزا مهما، بحيث أنه في 2010 لما طلبت جامعة عبد الملك السعدي مجموعة من الخبراء الفرنسيين لتقييم سياسة عبد الملك السعدي، لفت انتباههم لفت انتباههم هذا المعطى وهذه الظاهرة وقوة التعاون، علاقة التعاون بين الجامعيين الإسبانيين وجامعة عبد الملك السعدي، وعلى وجه الخصوص الجامعات، جامعة الجنوب، جامعة القريبة منا، جامعة التابعة للجامعة الأندلسية، خونتا دي أندلسية. إذا قوة العلاقة، وفي نفس الوقت هذا نوع من اللقاءات تعبر عن شيء ثمين بالنسبة إلينا كجامعيين، وهو مبدأ مبدأ الانفتاح ومبدأ الشراكة وضرورة تطوير وتفعيل الانفتاح والشراكة للجامعة مع محيطها. أريد أن أختم بالتنويه بما تقوم بالنسبة لكلية الآداب جامعة الصحفيين الكابيس الذي يرأسها السيد فرناندو سانتياغو، فهي ساهمت في تمثيل العلاقات وفي وضع مجموعة من البرامج التي عادت بالنفع على طلبتنا، ونراها كذلك تعود بالنفع على المجتمع بصفة عامة، خاصة في حقل الثقافة، في حقل الإعلام. آخر كلمة هو أن أشير إلى أهمية المواضع المطروحة، فهي بدون شك ستكون موضوع نقاش عميق، نقاش مثمر، نقاش هادف، سيخرج بمجموعة من الأفكار، بمجموعة من الاقتراحات، بمجموعة من التوصيات. فأنوه إذن بهذه الدورة، وأبارك لكم هذه الأشغال، وأتمنى لكم كامل التوفيق، وشكرا لكم.
finalmente el administrador del Instituto Cervantes en Tánger, la entidad que gentilmente nos sirve de huésped una vez más en esta ocasión, les va a decir la palabra y les dejo con don Javier Álvarez. Buenos días, Jorge, y bienvenidos a este...